طعمي يا ابو جميل، بتريد شيء ثاني غيره؟ لا سلامتك، الله معك. السلام عليكم. مع السلامه يا حسن. نعم بابا. جعت ولا ما جعت؟ انا من جهتي جعت. وانا كمان جعت. اصبح وينك؟ اخطف رجلك لعند ابو فؤاد وخليه يعملنا لحمه بالصينيه. اخذ له دبس الرمان من عنا ولا خليه يحط من عنده؟ برافو عليك بابا، منيح اللي ذكرتني. فوت لجوا وخذ له انينه صغيره من عنا، حاكم دبساته مو زراف. حاضر بابا، ولح اشتري له نص كيلو جان رخ خليه يحطن على الوش. عظيم كتير اطيب، بس قل له لا يتاخر. ها حاضر. يعطيك العافيه عمي ابو جميل. اهلين حسنا، شلونك عمو؟ الحمد لله بخير. بلاقي عندك ملاقط شعر صغيره؟ والله ما بعرف، لحظه لاسالك حسن. يا حسن. نعم بابا. يا ترى بقيان عنا ملاقط شعر صغيره؟ لا ما بقيان عنا غير شطلات كبيره. بيمشي حالك بشطلات؟ لا بدي ملاقط صغيره. يلا بابا انا رايح، بدك شيء؟ لا الله معك، بس عينك على حالك وانت عم تقطع الشارع. حاضر. يا الله يا الله. طب عندك ميلو للاكل تبع اولاد صغار؟ والله ما بعرف، فوتي دوري عندك جوا، فوتي. حسن! لا اله الا الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قسما بالله يا جماعة، شيء بيحرق القلب. اي والله يا فيان، خاصة انه حسن الله يرحم ترابه كان ايده اليمين لابو جميل وهو اللي كان عم يمشي امور الدكان. الله يصبر كل حي على بلواه. قسما بالله يا جماعة، لو حبسوا هذا الشاب اللي دعس حسن 15 سنة مو كتير عليه. طبعا، لأنه كان سايق بسرعة جنونية وهو بنص البلد وبين الناس وعجقتهم. العمى بقلبه، شو مفكر حاله عم يسوق بالصحراء؟ لا، ويا ريت الولد كان ماشي نص الشارع، المسكين كان ماشي على الرصيف وبأمان الله، وما يشوف إلا هالسيارة طلعت على الرصيف مثل القضى المستعجل، وهرسته بالحيط هرس يا لطيف. لا، ويلي بيزعجك أكتر إنه هالشاب الأرعن المستهتر ما توقف ولا دقيقة. معلوم يا عمي، ليش مين بيسترجي يوقفه؟ إيه ما يوقفوه دقيقة واحدة، أبوه ليوقف البلد كلها. أنا يا شباب اللي عجبني موقف أبو جميل. أنا موقف؟ يا سيدي المسؤول الكبير أبو الولد اللي دعس حسن عرض على أبو جميل مليونين ليرة، أبو جميل رفض ياخد فرنك واحد حقدم ابنه. إيه بري علي، لأنه شهم وعينه شبعاني. إيه طبعا، أبو جميل بيسوى تقله ذهب، إنسان مؤمن بالله ومتماسك. بصراحة أنا ما شفت إنسان متجلد وصبور مثله. الله يعينه المسكين، أكيد قلبه عم يبكي دم. الله لا يبلينا ولا يجرب المصايب فينا، قادر يا كريم، إنك سميع مجيب. يا جماعة، أنا اللي بدي أفهمه شغلة وحدة بس، إنه شلون بيعطوا شهادة السوق للناس؟ بيعطوها ليش حتى ما يعطوها؟ سلامة عرفك يا أفياط، شو بنا؟ في ناس عم تقول إنه كان عم بيسوق بدون شهادة سواقة. يعني دخيلك صعب كتير يطالع شهادة، وخاصة إنه الولد ابن مسؤول. يا سعدية. نعم عمو. وين ولاد عمك؟ راحوا على الدكان قبل شوي، شافوك نايم ما حبوا يزعجوه. أصبح افتحي الباب الله يرضى عليك. يلا حاضر. توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد. حكمتك يا رب، حكمتك يا إلهي. عمي ابن ابو مختار الدلال جاي يزورك. كل الناس خير وبركه، خليه يفوت. ايه حاضر. يا ربي انزل السكينه على قلبي، وتغمد حسن هذا الطفل البريء بالرحمه والغفران، واجعله ممن ترضى عنه، وساعدني على التماسك والجد أمام هذا المصاب الجلل. تفضل. يلا يلا. هو بالديوان، تفضل. مرحبا عمي أبو جميل. أهلين مختار، أهلين ابني. الله يرضى عليك. إن شاء الله العمر لك، الله يجعلك خاتمة الأحزان. شو خاتمة الأحزان يا ابني؟
ما في شيء بهالدنيا اسمه خاتمة الأحزان. طالما نحن على ظهر هالكرة الأرضية هي، فياما رح تمر علينا أحزان. هيك حكمة ربك. وصدقني عمي أبو جميل، أنا أول ما سمعت الخبر انزعجت وانخبط بدني، وتمنيت لو الأرض تنشق وتبلعني. وأنا كنت مسافر وما سمعت بالقصة إلا لهلأ. بس صدقني عمي أبو جميل، أنا لساتك عم تشتغل بتهريب الدخان؟ لا عمي لا، بعد ما مسكت آخر مرة بطلت هالمصلحة. شو عم تشتغل هلأ لكان؟ صار لي شهر عم بشتغل بمكتب تعليم سواقة السيارات. حلو، الله يعطيك العافية. وشلون الشغل معك؟ قصدي عم يدققوا بفحص السواقة ولا يعني شغلة بسيطة؟ يعني والله نحن ممكن ندبرها يعني ممكن الواحد يطالع الشهادة بسهولة ولا فيها صعوبة المسألة؟ والله يا عمي على هو ما يدفع، وأنا صرت مطالع 12 شهادة سواقة والحمد لله الشغلة فيها رزقة محرزة. تفضل. يسلمي، إن شاء الله خاتمة الأحزان، قصدي العمر إلكم. حياتك الباقية. تعرف بشو عم فكر يا مختار؟ بشو عم تفكر عمي؟ عم فكر طالع شهادة سواقة. شلون يعني؟ ما فهمت، يعني قصدي لمين الشهادة؟ إلي. إلك أنت؟ إيه، ليش مستغرب؟ لا يعني ماني مستغرب، بس أنا كل فكري إنه أنت تقدر ولا ما بتقدر، جاوبني. ولو، شلون ما بقدر طالعها؟ إذا بدك شهادة سواقة بعد أسبوع بتكون بجيبتك. وقديش بتكلفنا المسألة؟ مسعرة عمي مسعرة، 10,000 ليرة. مو كتير مختار؟ لا عمي لا عمي مو كتير، لأنه حضرتك ما رح تتحرك من بيتك، وما حدا رح يقلك محل الكحل بعينك، ولا تعطيني قرش واحد قبل ما تصير الشهادة بجيبتك. أصبح اتفقنا. ما في مانع، اتفقنا، بس يعني ما بدك تعطيني سلفي عمي أبو جميل؟ مو قلت لي ما بدفع ولا فرنك قبل ما تصير الشهادة معي؟ صحيح، بس بدي طالع لك وراءك الثبوتية ومعلومك الشغلة لفة إلى أول ما لآخر. ماشي الحال. يا سعدية. نعم عمو. أعطيني 3,000 ليرة من الدرج، بكفوا يا مختار؟ بكفوا عمي بكفوا. إيه حاضر على عيني. عمي اللي محيرني شغلة واحدة بس. شو هي؟ أنت ليش بدك طالع شهادة سواقة؟ شو سامر؟ شو صار معاه؟ شلون؟ شو هالحكي الفاضي هاد؟ لك يا حبيبي، من يوم الشهادة بتكلفنا 8,000 ليرة على بعضها. لك حبيبي الاتفاق اتفاق، أنا شو دخلني إذا كنت عم تبلع اللي فوق ولا اللي تحت؟ نحن كان اتفاقنا على 8,000 ليرة وبس. لك يا حبيبي أنا شو دخلني بالسماسرة؟ أنا بعرف سامر وبس. لك يا أخي بجوز بوم ما يقبل يدفع 15,000 ليرة. شلون يعني مشكلتي؟ يعني لو قايل لي من الأول كنت عرفت أتصرف. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي المهم شهادة أبو جميل خالصة؟ يا عظيم عظيم، هلا بمرق باخذها. الله معك العمى، ما عاد حدا شبع. يلا يلا. مرحبا عمي ابو جميل. اهلي مختار، اهلا وسهلا. الله يرضى عليك. امحى ولا شعيري؟ ولو يا عمي وحيات عيونك امحى. تفضل تفضل يا سعدية. نعم عمو. نعم. الله ينعم عليك يا عمو. شوفي لي هالشهادة، شو هي؟ هي شهادة سواقة. باسم مين؟ الاسم محمد عجاج مهرومة. يعني معقول تكون الشهادة باسمك؟ ليش شبني؟ حرف سائط يعني؟ لا سلامتك، بس إنه يعطيك العافية. عمي أبو جميل كله نظامي ولا يهمك، بس جدت معي شغلة يعني ما كنت حسب الحساب من قبل. شو هي هالشغلة؟ صارت الشهادة ب15,000 ليرة. لا تكون طماع يا مختار، إذا كان عظمي طري مو ضروري تبلعني. لا يا عمي لا، الله يسامحك، أنا بدي أبلعها بس صدقني هيك صارت التسعيرة. ماشي الحال، هاتي 12,000 يا سعدية من الدرج. الله يرضى عليكي. سعدية يا سعدية. نعم عمو. جيبي لي دليل الهاتف وتعي لعندي لقليك. ايه دليل الهاتف؟ لمين بتحب ندق؟ دوري لي على رقم الوزارة اللي دقيناه امبارح. حافظته.
أصبح دقي لي يا الله يرضى عليك. بس ما يطلع مشغول مثل هديك المرة حاكم. هديك المرة ضليت قاعدة نص ساعة حتى علق معي الخط. دقي لقلك عمو دقي إيدك والبركة. ها علق عم بيرن. تفضل احكي. ألو مرحبا يعطيك العافية. أعطيني مدير مكتب مسؤول الوزارة لو سمحت. مواطن عادي. شكرا. ألو مرحبا أستاذ، أنا المواطن محمد عجاج مهرومة، كنت قدمت طلب لمقابلة مسؤول الوزارة، بقى شو صار فيه ترى؟ نعم؟ إمتى؟ بعد بكرة الساعة 10؟ شكرا أستاذ، شكرا، شكرا للاستجابة، الله معك. عفوا عمو، بس أنت ليش بدك تشوف مسؤول الوزارة؟ مشتاق له، بدي أشوفه. ليش بتعرفه؟ لا. يا الله يا الله يا رب. شكرا يا بنتي. ولو يا عم، اهلا وسهلا فيك. هلا هذا هو هذا هو مكتب مسؤول الوزارة؟ اي هذا هو. بتريد شي تاني؟ لا يعطيك العافية، فضلتي. الله يعافيك. الله معك، مع السلامة. اهلين عمو. صباح الخير. صباح النور. أنا محمد عجاج مهرومة، عندي مقابلة مع سيد مسؤول الوزارة الساعة 10. مزبوط. لحظة صغيرة لو سمحت. خدي راحتك. بتريد تشرب شي؟ ليش نطول حتى شوفه؟ لحظة شوي إذا بتريد. أستاذ، في عندك مواطن اسمه عجاج مهرومة، موعدكن معه هلأ. اوكي على عيني. استنى شوي، هلا عنده ضيوف، بس يطلع وبتدخل حضرتك. ماشي الحال، يا ميسر كل امر عسير. شو بكتير، ما هيك عمو؟ ما في بالعاده الشام تكون حاره لهالدرجه. ايه والله الطقس اختلف. اختلف عن ايام زمان. صحيح، بس هلا بكل بيت صار في مكيف، او خلينا نقول حتى بكل اوضه صار في مكيف. انا الحمد لله ساكن ببيت عربي. يعني مكيف بدون مكيف. تهنى يا عمو. عفوا، انت شو طلبك من السيد الوزير؟ ليش انت بتمثلي شخصيا؟ لا العفو، بس اصبح عفيني من الجواب، ما بدي كرر القصة مرتين. ماشي عمو، تفضل عمو. ها تفضل. يلا اهلا وسهلا، تفضل يا اخي شريف. تفضل تفضل عم. وين؟ تفضل هون. ايوه تفضل. شكرا يعطيك العافية. اهلا وسهلا بكم يا سيدي. تفضل طلبك يا اخي. الحقيقة يا استاذنا وبدون مقدمات، ما في غيرك بيقدر يخدمني بهالموضوع. والله اذا كان باستطاعتي وضمن صلاحياتي فليش لا؟ بقى لي شو طلبك؟ باختصار يا مولانا، أنا بدي طالع شهادة سواقة. لمين؟ إلي. لا أكيد عم تمزح أنت. وليش لحتى أمزح؟ أنا بدي من جنابك توقع لي على طلب استثناء مشان أقدر طالع الشهادة. هلا أنت عم تحكي من كل عقلك ولا جاي تتسلى عندي هون؟ أنا مالي جاي أتسلى، أنا عم بطلب منكم هالطلب رسميا. إيه بس أنت عدم المؤاخذة يعني. لا لا مستحيل، ما بيصير ما بيصير منوب. وليش لحتى ما يصير؟ يا أخي أنت لا تأخذني هالكلمة رجال ضرير، ما عم تقدر تشوف طريقك. بقى شلون بدك ياني وقع لك على طلب استثناء لشهادة سواقة؟ أكيد أنت صاير لمخك شي. لا لا أبدا، أنا عم بحكي من كل عقلي، وأرجوك رجاء حار أنك ما تحرمني من تحقيق هذا الحلم. بعدين وإذا كنت أعمى يعني، ما بيحق لي أحمل شهادة ولو بإيدي؟ أخي الموضوع اللي عم تطرحه علي أنت مستحيل، لا بالواقع ولا بالحلم. بس أنا يا أستاذنا. خلاص يا أخي خلاص، سكر على الموضوع.
منعتذر عن تلبية طلبك وأهلا وسهلا فيك. اسمح تفضل يا سيدنا. شو هاد؟ هي شهادة الأعمى، شهادة نظامية حسب الأصول، ومو أنا الأعمى الوحيد اللي حامل مثلها. أنا أعمى بصر وبس، ويا معميان قلوب حاملينها ومو شايفين حدا بالدنيا قدامهم. شلون هيك؟ معقول؟ شوفت عينك؟ بس هالشي اللي هي أستاذنا شهادة الأعمى محمد عجاج مهرومة يلي اندعس ابنه ومات من ورا منحكم الشهادات بالرشوة والوساطة. خلي الشهادة عندك، ما بتلزمني. بس صدقني أنا مالي خبر بهيك قصص منوب. معقول؟ إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. السلام عليكم. بدك اياها بقدونس ولا بلا بقدونس؟ ها؟ بقدونس ولا بلا بقدونس؟ بقدونس يا اخي. وطي صوت المسجله شوي خلينا نفهم على بعضنا. لا تعذب حالك يا استاذ، لا تعذب حالك، ما بيسمعك. ليش حتى ما يسمعني؟ شو اطرش؟ ايه اطرش المسكين، ما بيسمع بنوب. طيب ما زال الزلمه اطرش، ليش حامل مسجله معلي صوتها الاخي؟ قال مشان يتفرج على صوره المطرب اللي على الشريط، هيك مخه. شو المعنى؟ وإذا ما شبعت شو ساوي لك؟ روح يقطع عمره، صرت آكل ثلاث سندويشات يخرب بيتك، ما أسألك. ولك روح لعند بياع هالنيفا اللي ورانا، خلي يساوي لك شي سندويشة راس أو سندويشة لسانات، بركي بتسند هالمعدة شوي. ولك روح نقلع من وشي أوام، يلا. يا ميت اهلين وسهلين بهالقامه وبهالعينه. امري وتبني مدام. قدي كيلو الخيار؟ ولا همك، ما بنختلف، اطلبي انت. لكن زلي 6 كيلو بس، نقي لي اياهم صغار اعمل معروف لانه بدي اكبسهم مخلى. على راسي، هات كيس يا ولد. لك اطفي المسجل لك شاكي، مو وقت الطرب بهالشو. شي لا حبيبي ما حذرت، روح افرقنا بريحه طيبه. قال بده موزه. قال طيب ليش ما بتعطيه؟ حرام. الله وكيلك يا مدام، اذا اعطيته هلا موزه بيتم رايح جاي لعندي كل يوم عم بيسال لي موز. خذ السلالك بهالجزره بس دير بالك على اسنانك. شو ابن ناقص شحاط ومشارط، وين صارت هاي؟ معلش بروان، اعطيه موزه وسجل علي. خطي امرك مدام، امرك. يعني خد لك موزي حساب المدام. لك حبيبي قالت لك موزي موزي موزي، مسيك الله معك. لك شو عم يعمل هالقفل بلور؟ لك يا سامي اطلع صفق ما يوصفه. اطلع. حاضر معلم. لعمك اليوم على هالغلاظة؟ لك معلمي روح من هون، روح هلا بجيب لك الشرطة. ويمي داخل على البلور هلا بتوصخه. مرحبا. اهلا وسهلا يا هلا. يعطيك العافية. الله يعافيك يا هلا.
شو طلبك يا انسه؟ تفضلي اموري يا ميت، اهلا وسهلا. تفضلي. بدي اقلب جاتوه ظريف على ذوقك لو سمحت. تكرم عينك يا ميت، اهلا وسهلا. بس بقدر اعرف شو مناسبه يا ترى؟ ما في مناسبه. ما في مناسبه؟ يعني بدك تاخذيه على البيت؟ لا، بدي اخذه معي على الجنينه. انو جنينه؟ على الجنينه اللي هون. بس شو علاقه الجنينه بالجاتو؟ قصدي اقول لك انه شو المقاس اللي بتريديه يا انسه؟ لانه عندنا مقاس كبير ومقاس وسط ومقاس صغير. اعطيني اصغر قياس. تكرم عينك يا ميت، اهلا وسهلا. بس عفوا انسي، بدك يا كريم ابيض ولا على شوكولا؟ لا على شوكولا. تكرم عينك يا ميت، اهلا وسهلا. دقيقه بس. ولك خلصنا بقى، شو صار لها؟ لسه بتشرب؟ يعني إذا المي على حساب الحكومة ما بتشبع؟ ولك حاجة تشرب؟ هلا بيطق بطنها؟ لعمة، شو خابية؟ بالظاهر آكل شنقليش؟ شنقليش؟ حتى عطشان كل هالقد؟ يا ايوه لك خلصنا بقى، شو الفيجة ملك ابوك؟ طيب خليك بالحيوان واقف، انا رح اخذ المسجلة وامشي. شو بدك حبيبتي؟ تعالي معنا على الألعاب، الصبيان الكبار ماما خلونا نلعب. استني شوي، هلأ بتجي نوال وبتاخدكم. ليش وين راحت؟ راحت تجيب لكم جاتو. ماما ما بدنا جاتو، لا بدنا نلعب. وانت كمان بدك تلعب؟ ايه ماما بدي لعب. أصبح كل واحد منكم بياكل قطعة جاتو وبعدين تروحوا بتلعبوا، منيح هيك؟ ماما الله خليك، خلينا نلعب بعدين ناكل جاتو. مرحبا ماما. أهلين نوال. ماما الله يرضى عليكي، حطي العلبة من ايدك وخدي اخواتك خليهم يلعبوا شوي. طيب خليهم ياكلوا جاتو بالاول. معلش مو مشكلة، بس يخلصوا لعبة بياكلوا، برضاي عليكي. بالله شو؟ اي والله لما كنت قدكم ماما ما كانت تلبي لي طلباتي بهالسهولة، بس انتم مدللين وعلى شو ما بعرف. لك انت بتضلي حبيبة امك ولو صار عندي 10 اولاد. يلا حبيبتي. يلا لك اهلين اخي ابو احمد، الله يعوض عليك. الله معك حبيبي، مع السلامة. لك فهمت عليك، والله فهمت عليك. بدك بطاريات المسجلة. طب هات حقهم، وين حقهم؟ هات حقهم وخذ البطاريات. ولك حبيبي انا ماني فاتح الدكان سبيل للرايح والجاي، فاتحها حتى استرزق. بقى اذا بدك بطاريات روح جيب حق البطاريات وتاخذهم. ماذا انا ربي انا ولك انت ليش بدك بطاريات المسجله؟ انت اطرش. بقى شو فرقاني معك اذا كان فيها صوت ولا ما فيها صوت؟ بتزعل نانسي عجرم؟ يا سيدي خليها تزعل، هي وهيفاء وهبه ورويد عطيه، مو مشكله، بنبقى بنصالحك معهم. قال يعني كثير فارق معهم اذا واحد مثلك سمع اغانيهم. خير حبيبتي؟ شوفي اخي فادي وقع من على المرجوحه وعم ينزل من راسه دم. قولي على قامتي، كيف صار هيك؟ غبي الفش براسه ماما؟ لا امي لا تخافي، جرح بسيط. وهلا شو رح تساوي؟ راح اخده على المستوصف حط له ضماد. سبقيني انت ورشا على البيت، ما بطول. يلا امي. تاكسي. تعال.
قرب قرب حي الله قطعه بمئة ليره قرب عنا بنطلونات جاكيتات كنزات سلوكات حي الله غرض بمئة ليره قرب يا صفران اكسي ولادك بمئة ليره بس جيب عيالك لهون تفضل لعنا حي الله غرض بمئة ليره اهلا وسهلا حي الله غرض بمئة ليره اهلا وسهلا تفضل تفضل يا اخي يا اخي تعا قرب وجرب قرب أهلي شاكر شلونك اليوم؟ شاكر الله يرضى عليك فرقني بريحة طيبة تركني اتسبب بدك بطارية؟ ايه اروح هلا وبكرة بشتري لك بطارية حل عن سمانة بقى بكرة بشتري لك بطاريات قلت لك مالي فاضي لك أنا عب تبرد بالليل ليش انت وين عب تنام هالأيام عب تنام بالحديقة لا حول ولا قوة إلا بالله يلعن أبو الفقر وعيشته إيه أبو شكر هاي المحل قدامك نقي الجاكيت اللي بيعجبك ولبسه ولا قلك هاي سترة أمريكية مستوردة قبل الحصار يعني صار حقها غالي هلأ ومو فرقة بيني وبينك ما بتحب العسكري الحق معك طيب روح نقي هاي الجواكيت قدامك هلا هادي اللي عجبك تضرب انت وهالذوق على كل حال مبروك وهلا روح من وشي ورجيني عرض كتافك لك على شو عم تبحبش بين الاواعي مسجلتك ليش وين حطيتك طول بالك طول بالك انا راح ادور لك عليها لك لا لا انت خمسة جدي لحظة 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 دقيقة شكر هدي دقيقة لك حاططها تحت البدلة العسكرية خود لا بقى تضيعها ارجيني عرض كتافها Laura? Laura, where are you? Yes, honey, I'm coming. Come, take a look at this. Oh my God, what is that? Terrorism is spreading all over the world. And you heard about the bomb they found yesterday in a big restaurant, unexploded. So we have to be very careful nowadays, huh? Oh honey, don't be so overcautious. We already live here in this country more than 10 years and nothing happened at all. This is a safe country. And all people here are peaceful. And they love us. And they hate violence. In spite of all what you say, I'm not at ease. 20 days ago, I noticed a black car who followed me wherever I went. Oh, honey, believe me.
It's your imagination. No, it's not just imagination, Laura. I'm afraid that there are some people here who want to take revenge from our country through me, because I am the ambassador. Oh my God, it's nonsense. Do you need anything, honey? No, thank you. Yes, hello. Do you speak English? Very good. I need to speak to the security officer in charge, please. Thank you. Yes, good morning, sir. I am Henry Stain from the embassy. Exactly. I think there are some nasty destroyer people who planted a bomb in the garden in front of our residence in the embassy. Yes, sir. Yes, exactly. I appreciate it, sir. Believe me, I'm very quiet until the bomb explodes. Thank you very much again. I appreciate it. Thank you. Bye-bye. مقدم وائل سيدي، احترامي. مقدم وائل آخر. ألو، مرحبا يا مقدم وائل. احترامي سيدي، اهلا وسهلا. اسمعني منيح يا مقدم وائل، هلا اجانا بلاغ من حي السفارات بانه في شخص مشبوه وضع قنبله بحديقه الخمس وردات المحاذيه لاحدى السفارات الاجنبيه، والمنطقه مثل ما بتعرف منطقه سكن دبلوماسيين كبار واجانب، بقى مبنى شوشره، عم تفهم علي؟ انا بالامر سيدي، اوامركم. فورا تاخذ قوه كبيره وتحاصر المكان وخلي جهازك اللاسلكي مفتوح على طول معي، عم تفهم؟ امرك سيدي، امرك. حاضر. ألو، نعم سيدي، المقدم وائل معكم. وين محطوطة القنبلة يا مقدم وائل؟ سيدي، القنبلة موجودة بالحديقة على المقعد، وعلى الأغلب موضوعة بعلبة حلويات. شو؟ هذا المكان حساس كتير، ولهالسبب بتقطع السير من أربع جهات وبتبعد الناس عن المكان، ولا تخلي حدا يتجمهر، ولا فرقة أبطال المتفجرات يكونوا على حذر. عم تفهم علي؟ أمرك سيدي، أمرك سيدي. هن على الطريق، وبس يجوا رح بلغهم توجيهاتكم. احترامي. شباب، كل واحد ينفذ مهمته بسرعة. يلا. شو بهمه يا شباب؟
الو، احترامي سيدي. وقديش بتقدر وزن القنبلة يا مقدم وائل؟ يعني سيدي حوالي 3 كيلو. أعوذ بالله، أعوذ بالله، هي ممكن تعمل دمار كبير بالمنطقة إذا انفجرت. سيدي بالضبط، هي موضوعة بعلبة حلويات ملفوفة بشريط أحمر ومحطوطة على مقعد بالحديقة. هذا كله للتمويه، والانفجار رح يحصل عند فك الشريط. ايه محتمل سيدي. على كل حال أنا رح استعجل فريق المتفجرات. اعمل جهدك، لا تخلي حدا يقرب من مكان القنبلة لأنه ممكن تنفجر بأي لحظة. الله معك. ألو يا أخي، أنتو فينكن؟ فينكن لهلا؟ يا اخ يلي هنيك، ابتعد عن المكان فورا. لك شو ما عم تسمع انت؟ يا مواطن ابتعد عن المكان فورا. لك انت اللي هنيك، لك في قنبلة، لك شو قطرش انت؟ ابتعد عن المكان. الو سيدي، احترامي. شو في عنا مستجدات يا مقدم وائل؟ سيدي في شخص يبدو انه شحاد وعم يقترب من مكان القنبلة. خليه يغادر المكان بسرعة، ما بدنا خسارة بالارواح منوب. أمرك سيدي، أمرك سيدي. أجول أهواك تتكابر، أجول أنساك تراضيني، أروح وياك للآخر أعود ألقاك ناسيني. أجول أهواك تتكابر، أجول أنساك تراضيني. نعم سيدي. شو آخر المستجدات عندك يا مقدم وائل؟ سيدي هذا الشحات صار قريب كتير من القنبلة. اتصرف بسرعة، اتصرف بسرعة وخليك على الخط وخبرني شو عم بصير معك. سيدي الشحات شال العلبة وحطها بحضنه. شو؟ يخرب بيته، لك شو هذا مجنون؟ سيدي هلأ عم يفك الشريط. سيدي الشحات فتح العلبة. سيدي طالع القنبلة. اللي باين معك شو نوعها؟ لا سيدي، لحظة سيدي لونها بني. عرفتها، لك هاي تي ان تي. خذوا حذركم يا مقدمة وانبطحوا كلكم على الارض، على الارض. امرك سيدي، الكل على الارض. انبطحون. وهلا شو عم يصير معك يا مقدمة؟ خبرني. الو، لك وينك يا مقدمة؟ وائل لك وينك؟ Oh my God, he's opening the parcel. Oh my God. يا مقدم وائل، شاوبني يا ابني، لك شو صار معك؟ وصوا خبر المتفجرات ولا لا؟ لا سيدي، ما وصلوا. طيب، ولا يهمك، هلا رح ابعث لك قوة جديدة. ما في داعي يا سيدي، ما في داعي. خلاص خلصت القصة. شلون خلصت القصة؟ شو صار؟ سيدي هذا الشحاد أكل القنبلة ومشي الحال. شو؟ أكل القنبلة؟ Obviously it's still a safe country. It is. قوموا شباب قوموا. Thank you.
جوه الروح هتفضل حبيبي اللي انا بهداه.